امبارح كمان الكابتن محمود الخطيب استقبل وفد من الاتحاد العربي للكرة الطايرة اللي الحقيقة كان حريص جدا على زيارة النادي الأهلي، وأشاد جدا بدور النادي الأهلي في دعم كل التوجهات للاتحادات العربية، والتأكيد أن مؤسسة النادي الأهلي لا يقتصر دورها فقط كنادي رياضي بالنسبة للشباب العربي، وإنما بيمتد إلى كل المجالات الحياتية المختلفة. وده امر واقع الحقيقه، يعني ده واقع ملموس وكلنا شايفينه وشايفين له بدل الاماره مليون اماره الحقيقه. والكلام ده مش جديد، الكلام ده من زمان من قديم الازل. طبعا حاليا مصر بتشهد البطوله العربيه لكره الطايره اللي بتقام في مصر وبيشارك فيها طبعا النادي الاهلي. عموما في شويه تفاصيل اكتر ممكن ناخد فكره عنها من خلال متابعتنا لهذا التقرير عن الزياره، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اليوم الزيارة كانت هدفها الأمانة الإشادة في دور النادي الأهلي في دعم كل التوجهات بالنسبة للاتحادات العربية. كون مؤسسة نادي الأهلي لا تعتبر فقط نادي رياضي، بل هو نادي يشمل جميع المجالات بالنسبة لجميع الشباب العربي. لذلك احنا فخورين في تواجدنا اليوم، ونقدم شكرنا للكابتن محمود الخطيب ولمجلس إدارة النادي الأهلي ولكل القائمين على لعبة كرة الطائرة تحديدا، ولإخواني في الاتحاد المصري على رعايتهم وعلى اهتمامهم في تواجد بطولة الاتحاد العربي. أما لما تكلمني على النادي الأهلي تحديدا، يعني أنا لفت نظري اللي فوق مكتوب تاريخ مبادئ تطوير النادي الأهلي، أكبر من اللي أنا أتكلم وأقدر يعني أوصفه خلال دقيقة أشرح وأوجز في الكلام. ولكن احنا سعيدين اليوم جدا في تواجدنا في هذا الصرح الرياضي، وكذلك في زيارتنا للرئيس محمود الخطيب. نادي الاهلي متواجد على مستوى سواء كان الاتحاد العربي او في البطولات القاريه والافريقيه والاولمبيه كذلك. احنا نتكلم عن مشاركه نادي الاهلي دائما تكون حافز في كل المجالات، يعني تتكلمني عن حضور جماهيري، تتكلمني عن ارتفاع مستوى فني، تتكلم عن احتكاك، كذلك هي التسويق وجود نادي الأهلي بالنسبة للاتحاد العربي ودعم كبير بالنسبة لنا في مشاركته في البطولات جميعها. جمهورية مصر العربية سباقة في إقامة بطولات دولية وبطولات كذلك بطولات عالمية. ليس مستغرب على جمهورية مصر استضافة بطولة الاتحاد العربي لكرة الطائرة، وخصوصا أن كرة الطائرة في جمهورية مصر العربية تشكل شعبية كبيرة، واللعبة الثانية على مستوى المتابعة وعلى مستوى كذلك التواجد خلال البطولات. لذلك كانت اختيارنا لجمهورية مصر العربية قامت بطولة كانت وفق معايير ثابتة وراسخة، واحنا ان شاء الله بطولات قادمة سنقيمها في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري بإذن الله. الشرف طبعا وجودنا في النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي قيمه وقامه، وطبعا لبينا دعوه الكابتن محمود الخطيب، وكان الوزير عمي فوق برضه كان في انتظارنا. والله يعني حاجه جميله ان يبقى في برضه احنا متواجدين كبطوله عربيه بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي برضه يبقى عنده الفكر ان هو يستضيف برضه رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري عشان برضه يرحب بيهم. يعني دي تعتبر اول بطوله تتنظم في وجود المجلس الحالي، وكان طبعا انا كنت دايما حابب انها تتعمل في مصر على اساس مصر هي تعتبر اكبر بلد منظم للبطولات العربيه والافريقيه، عشان تبقى برضه ايمج كويس للاتحاد الجديد، يعني بما اني كمان نائب رئيس الاتحاد العربي. طبعا اكيد مبسوطين طبعا، لان طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه وقامه وتاريخ، يعني فطبعا هم بالنسبه لهم طبعا هم مجرد ان هم يقعدوا مع الكابتن الخطيب ويشوفوه ويقعدوا معاه دي حاجه بالنسبه لهم حاجه جميله قوي. يعني لا ان شاء الله النادي الاهلي التوقعات ان هو يكسب البطوله ان شاء الله. النهارده الماتش بالنسبه له بيلعب رابع المجموعه الثانيه، فان شاء الله النهارده هيكسب، وان شاء الله بكره كمان يكسب، ونلعب ونشوفكم ان شاء الله في الفاينل ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله، ونبارك لكم مقدما. يعني الحقيقه
الحقيقة حضرات يعني النادي الأهلي فعلا وبما لا يدع أي مجال للشك هو مدعاة للفخر. يعني كلمتين الحلوين اللي سمعناهم من خلال هذا التقرير من إخواتنا وأشقائنا وخصوصا العرب منهم بصفة خاصة، ده كلام مش اللي هو مش مسبوق، لا ده مسبوق، ده دايما بيتقال ودايما بنسمعه من كل إخواتنا وأصدقائنا وحبايبنا الأشقاء العرب وحتى غير العرب في أي زيارة ليهم في أي يوم من الأيام للنادي الأهلي، دايما بيتكلموا عن النادي الأهلي وعن هذا الكيان المحترم. وعلى فكرة رقي وتميز النادي الأهلي متقدر تقدير عالي جدا من الكل الحقيقة، فالحقيقة فعلا هو فخر لكل من ينتمي لهذا الكيان النادي الأهلي العريق المحترم.